كنشعر أن أشياء منا في الكتاب، يعني هناك تأذيبك الأخ ديالها معتقد سياسي أيضا، وكنا كنجتمع وكنناقشوا وكنحاولوا نطفلوا شوية نقولوا أراءنا في السياسة. هذا التوقيع كما قلت له طعم خاص، توقيع كتاب شيء مني، حكايات مقالات وحكايات، لأنه في مدينتي، مدينة طنجة التي تربيت بين دروبها وشوارعها وأزقتها، طنجة التي تسكنني دائما. هذا الكتاب كما أقول هو كتاب من الذاكرة، كتاب من وحي المشاعر، من وحي الوجدان، من وحي المسيرة الصحفية التي الآن اقتربت 30 سنة، منذ 30 سنة وأنا أكتب، وكانت هذا الشيء مني عبارة عن متنفس لي من التقارير اليومية للصحافة التي كنت أدونها من خلال انتمائي إلى الصحافة النسائية أساسا. هذا الشيء مني فيه أجواء خاصة من هذه المدينة الجميلة، مدينة طنجة التي أعشقها وأحبها وأنتمي إليها، وأشعر بأنها أحسن مدينة في العالم لجماليتها. أتمنى أن تكثر هذه اللقاءات بهذا الطعم ديال الوفاء والصداقة. أنا أشكر جميع الصديقات والأصدقاء الذين حضروا هذا الحفل وتقاسمنا ذكريات جميلة في طنجة.